إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال حديثنا موصولا كما تعلمون في هذه السلسلة، سلسلة الرقائق الإيمانية، وهذا هو درسنا الثالث في آثار المعاصي والذنوب. وقلنا بأن الإنسان حينما يرتكب معصية فإن لهذه المعصية أثر يترتب عليها، يعني عقوبة دنيوية قبل العقاب في الآخرة. العقاب في الآخرة بقى سنتحدث عنه من بعد، ولكن الآن يعني الحديث موصول حول العقوبات التي تقع على العاصي في الدنيا، وتحدثنا عن بعضها في الدرسين السابقين، والآن بمشيئة الله سبحانه وتعالى نكمل الحديث حول هذه الأثار. من هذه العقوبات التي ينزلها الله سبحانه وتعالى بالعاصي الذل والهوان، فأخبر الله سبحانه وتعالى أن العزة تحصل للمؤمن بلزوم الطاعة، فقال سبحانه وتعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. فكان أن العزة تحصل بالطاعة، فإن المذلة تحصل بالمعصية. ويوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم تورث الذل، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في المسند: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. الذل والصغار يعني الهوان والاحتقار على من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الذل لن يرفعه الله عن عباده إلا بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا الذل والصغار والهوان الذي يظهر على العاصي الذي ارتكب معصية الله سبحانه وتعالى بيظهر عليه في عدة صور. من هذه الصور أن يحرمه الله سبحانه وتعالى من إجابة دعائه، ومما يدل على ذلك الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر، يعني رغم أن السفر يعني من موجبات الدعاء أو من الأمور التي يجيب الله سبحانه وتعالى فيها دعاء الإنسان. ولذلك أنت لما تجد إنسان مسافر بتسأله أن يدعو لك، يقول له: ادعي لنا، أن دعاء المسافر هي مستجاب. وهذا معلوم من كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يعني يدعو الله سبحانه وتعالى، يقول: يا رب يا رب، يعني يطلب الله سبحانه وتعالى شيئا محددا. فالرسول بيقول المشكلة عنده أن مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لي. أنا دية يعني استبعاد، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: هيهات هيهات، يعني استبعاد أن يستجيب الله سبحانه وتعالى لذلك الإنسان الذي مطعمه من حرام ومشربه من حرام وملبسه من إيه من حرام ويتغذى من إيه من حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا: لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لا تدعونه فلا يستجيب لكم. يبقى في عقاب شامل من الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت إذا دعا الإنسان ربه فالله سبحانه وتعالى لا يستجيب له. أيضا من صور الذل والصغار التي ينزل الله سبحانه وتعالى بالعاصي الحرمان من نور العلم. الله سبحانه وتعالى يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله، الله بكل شيء عليم. فإذا كانت التقوى سبب تعلم العلم، فإن المعصية وترك التقوى سبب الخذلان والحرمان من العلم. ولذلك لما رأى الإمام مالك رحمه الله لما رأى الشافعي وأعجب بفطنته وذكائه قال له: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. ولذلك كثير من الناس بيشتكي من هذا الأمر، يشتكي أنه ربما يحفظ مثلا آيات من القرآن الكريم ثم ينساها، أو يحفظ مثلا بعض الأذكار أو بعض الأحاديث وينساها، أو لا يستطيع أنه يواصل في موضوع حفظ القرآن، أو لا يستطيع أنه يواصل مثلا في المواظبة على دروس العلم الشرعي. فربما تكون مصيبته من هذا الأمر أنه بيرتكب معصية الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يحرمه من التوفيق في العلم الشرعي من ناحية أخرى. أيضا من صور الذل والصغار التي ينزل الله سبحانه وتعالى بالعاصي النفور الاجتماعي الذي يصاحب العاصي.
يعني ايه النفور الاجتماعي؟ يعني ينفر منه الناس بداية من زوجته وأولاده وأصحابه والناس من حوله ينفرون بيسمى بالنفور الاجتماعي، لأن المعاصي تلحق بصاحبها بغضا ومعاداة ونبذا اجتماعيا رهيبا. ومما يدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لماذا يشهد العذاب طائفة من المؤمنين؟ لأن ده نوع من العقاب له، العقاب المعنوي إضافة إلى العقاب الحسي والمادي بالجلد الذي يجلد به، في عقاب نفسي وعقاب معنوي له. أن الناس حينما يشهدون عقوبته فأولا بيكون يعني رادع لأي إنسان حينما تسول له نفسه أن يرتكب هذا الأمر يبتعد، لأن يرى أمامه إنسان يعاقب بهذه العقوبة، وفي نفس الوقت هي عقوبة لصاحب المعصية. فالله سبحانه وتعالى يأمر عباده المؤمنين بإلحاق الأذى والذل بالعاصي المرتكب لهذه الفاحشة وعدم الشفقة عليه، وأن يكون ذلك بحضرة الناس ليكون أبلغ في الزجر والإهانة، كما أن ذلك الإعلام. وربنا بيقول: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ذلك الإعلام بهذه العقوبة بيسبب له نفورا اجتماعيا وبغضا في قلوب الناس. وفي ذلك يقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه: إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وزيادة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. دي من أهم المأثورات التي وصلت سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، هذه المقولة الجميلة. بيقول يعني بتلخص نور الطاعة وظلمات المعصية. يقول: إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وزيادة في الرزق وقوة في وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق. طب على النقيض بقى اللي هو صاحب المعصية يقول: وإن للسيئات سوادا في الوجه، ظلمة في القلب، ضعفا في البدن، وبغضا في قلوب الخلق، ونقصا في الرزق. يعني شوف كل هذه الآثار التي أجملها سيدنا عبد الله بن عباس وذكرها إجمالا في هذه المقولة ولا في هذا الأثر، هذه ما نتحدث عنها بالتفصيل في 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 في, في هذه الدروس يعني. ويقول مرة أخرى: إن الحسنة نورا في القلب، ضياء في الوجه، قوة في البدن، زيادة في الرزق، محبة في قلوب الخلق. خمس أشياء: نور في القلب، ضياء في الوجه، قوة في البدن، زيادة في الرزق، محبة في قلوب الخلق. يبقى نستطيع أن نحن نطلق على هذه الأشياء الخمسة اللي هي نور الطاعة أو نور التقوى أو الآثار التي تترتب على العمل الصالح الذي يقوم به الإنسان مع الله سبحانه وتعالى. على النقيض بقى ولا في الوجه الآخر اللي هو صاحب المعصية بيقول: وإن للسيئة سوادا في الوجه، ظلمة في القلب، وهنا في البدن، نقصا في الرزق، بغضة في قلوب الخلق. ما تقولش بقى إنك أنت هترتكب المعصية مثلا في الخفاء ولن يراك الناس، فديت لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى يقلبها كيف كيف شاء. وذلك في مقولة مشهورة عن أبو الدرداء بيقول: احذر أن تبغضك قلوب الناس وأنت وأنت لا تشعر. فأيضا بعض الذنوب تلحق بصاحبها وصمة العار في المجتمع المسلم، ومما يدل على ذلك ما قاله الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. لو أنتم تتذكروا احنا تكلمنا عن في فقرة في خطبة الجمعة الماضية عن هذا الأمر، لما تكلمنا في 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 في, في قول الله سبحانه وتعالى: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فتطرقنا إلى هذا الأمر وقلنا إن الإنسان لو شهد على أربعة من الناس أنه ارتكب جريمة الزنا وفعلا شهدوا يعني وثبت عليه هذا الأمر من خلال هذه الشهادة بيرجع، لكن لو واحد من هؤلاء الأربعة تراجع في شهادته بيجلد الشاهد. شاهد مش الـ مش الـ مش الذي ارتكب المعصية، لا، الشاهد نفسه. ليه؟ لأنه سولت له نفسه أنه يتكلم بشيء غير متيقن منه يعني كلام. فأنت عارف لو طبقت سبحان الله، لو طبق هذا الحد اللي هو حد اللي هو قصف المحصنات ده في المجتمع هنرتاح من ألسنة كثير من الناس. شوف ربنا بيقول: الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. هيجلد هو واللي معاه، ثلاثة اللي شاهدوا معاه، ممكن ثلاثة ساكتين على رأيهم بس يجلدوا خلاص طالما انفق منهم واحد.
ولا بقى ده عقاب بدني اللي هو 80 جلد في عقاب معنوي عقاب المجتمع له لا تقبل شهادته يعني لأنه أصبح إنسان مجرح في المجتمع أصبح إنسان فاسق غير معدل لا لا ما ليس بالعدل ليس بالضابط مجروح في 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 شهادته ومفسق عند الناس ولا تقبل لهم شهادة لا تقبل شهادته ولا يقبل كلامه فلن تصبح له لا مكان أدبية في المجتمع ولا وجهة اجتماعية وإذا ما رأى الناس فبيرى في نفسه أن الناس ينفرون إيه ينفرون منه ده بنوع من الذل والهوان والصغار الذي ينزله الله سبحانه وتعالى بمن يرتكب المعاصي. الملاحظ في هذه الآية الكريمة أن الله تعالى حكم على العصاة المرتكبين لمعصية القذف بأمرين. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى رد شهادتهم. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى سلب اسم الإيمان وألحق بهم اسم الفسوق وأولئك هم الفاسقون. وفي هذا ذلة في حقهم من رب العزة سبحانه وتعالى ليس بعدها ذلة. وفي هذا المعنى يقول الإمام ابن القيم رحمه الله شوف بقى الكلام بتاع الإمام ابن القيم بيقول المعاصي تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف وتكسوه أسماء الذم والصغار فتسلبه اسم المؤمن البر المحسن التقي المطيع المنيب الولي المصلح الورع الأواب العابد الخائف ونحوه دي كلها أسماء لمن يطيع الله سبحانه وتعالى أو يوصف بهذه الصفات إنما يسلب من هذه الأسماء وتطلق عليه بقى اللي هو العاصي أسماء أخرى تكسوه اسم الفاجر العاصي المخالف المفسد الخبيث الزاني السارق القاتل الكاذب قاطع الرحم الغادر وأمثالها. فهذه أسماء الفسوق التي قال عنها سبحانه وتعالى بئس الاسم الفسوق بعد الايه بعد الإيمان والذي يوجب غضب الديان ودخول النيران وعيش الخزي والهوان. فتلك أسماء توجب رضا الرحمن ودخول الجنان وتوجب شرف المسمى بها على سائر نوع الإنسان. في استدراك مهم لابد أن نعلمه اللي هو إيه أنه مما ينبغي أن يعلم أن العقوبات الدنيوية في حق المؤمن ليست كلها شرا محضا. نقطة مهمة لابد أنك أنت تأخذ بالك منه لأن احنا لما نتكلم مثلا الله سبحانه وتعالى يوقع الابتلاء بصاحب المعصية ممكن تكون في بعض الناس مثلا لو ابتلي بشيء بعض الناس يقول لك شوف من عمله السيء ده في مصيبة عملها وربنا ايه وربنا سبحانه وتعالى عاقبه. ممكن يكون انسان صالح وبيعمل الصالحات ويصوم ويقوم ويتصدق لبيت الله سبحانه وتعالى فمش مجرد ان الانسان تقع له مصيبة من وجهة نظر الناس انه خلاص في بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى علاقة سيئة. ليست كل الابتلاءات التي يبتلى الله سبحانه وتعالى بها الانسان شر محض. حتى تطرقت لهذه النقطة في الكلمة التي ألقيتها في 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 مسجد برمة مثلا بعد صلاة المغرب كنت أتحدث عن هذه النقطة أن ليست كل الابتلاءات التي يبتلى الله سبحانه وتعالى بها الإنسان هي شر محض ولكن الله سبحانه وتعالى يعني يفرق بين المؤمن الطائع والإنسان العاصي. المؤمن الطائع الله سبحانه وتعالى إذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى يرفع له به الايه الدرجات. لذلك الرسول لما بيقول أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فليه فالأمثل يعني ما مش يعني هو النبي حيبتلى عشان ربنا سبحانه وتعالى يكفر له السيئات. ربنا سبحانه وتعالى ابتلى الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وشج في وجهه وكسرت رباعيته مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى خاطبه وقال له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما إيه وما تأخر. فإذا شهد مجتمع مسلم أو فرد مؤمن مسلط عليه القحط والفاقة والمرض والأوبئة أو مبتلى بتسلط الأعداء عليه أو غير ذلك من أنواع الابتلاءات والمصائب فليس بالضرورة أن يكون ذلك المجتمع مسخوط عليه وهذا الفرد مغضوب عليه. يعني أحيانا لما بنسلط الضوء على بعض المجتمعات العربية والإسلامية يقول لك شفت أصل حدث مثلا في دولة كذا بسبب ذنوبها ومعاصيها وانتشر فيها الفواحش وانتشرت فيها الرذيلة كل واحد بقى عمال يفتن تعرف يعني كل واحد لسانه عمال فيها محلل سياسي وخبير اقتصاد. فليس بالضرورة أن يكون ذلك المجتمع مسخوط إيه مسخوط عليه ده مش لازم بالضرورة يكون سخط من الله سبحانه وتعالى أو هذا الفرد الله سبحانه وتعالى غضبان عليه. فنعم الذنوب والمعاصي سبب وأي سبب في تلك العقوبات الدنيوية كما بينا ذلك في دروسنا الماضية ولكن ليس ذلك على الإطلاق لأن تلك المصائب والعقوبات قد تكون سببا
في تكفير السيئات كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال في رواه الإمام البخاري: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله به من سيئات. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا المؤمن قبل بالابتلاء وصبر عليه واحتسب ورضى كان بفضل الله سبحانه وتعالى هذا الابتلاء سببا في رفع درجاته، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس وليه والثمرات وبشر الصابرين. وفي هذا الصدد يقول الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله: ولهذا كانت المصائب تكفر سيئات المؤمنين وبالصبر عليها ترفع درجاتهم. انتهى كلام. المصائب تكفر السيئات بتاعت المؤمن اللي هو الطائع وترفع له ليه الدرجات. إذن فمصائب الدنيا المختلفة وهمومها ومشتقاتها قد تكون في حق بعض المؤمنين نعمة عظيمة لأنها ترفع الدرجات وتزيد في الحسنات وتعمل على تكفير السيئات. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يشاق شوكة فما فوقها، بس لو مجرد شوكة هكذا ولو أمر يسير يعني، فإلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. الإمام النووي عليه رحمة الله يقول في تعليق على هذا الحديث حينما علق عليه في شرحه لصحيح مسلم، يقول في هذا الحديث: بشارة عظيمة للمسلمين، فإنه قلما ينفك الواحد منهم ساعة من شيء من هذه الأمور. وفيه تكفير الخطايا بالأمراض والأسقام ومصائب الدنيا وهمومها وإن قلت مشقتها، وفيه رفع الدرجات بهذه الأمور وزيادة الحسنات، وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء. هنكتفي بهذا القدر في حديثنا عن أثار المعاصي والذنوب في هذه السلسلة، سلسلة الرقائق الإيمانية. بعد ذلك بمشاءة الله سبحانه وتعالى نواصل الحديث حول هذه الأصل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن ييسر لنا أمورنا وأن يبارك لنا في أرزاقنا. اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.